الفاصل بتاع البي تي بي زي ما قلت العمر بتاعها ضعيفه جدا. عملنا ليست كده على السبوره، ادي الكومات بتاعتنا بي تي بي موت، وهنا في زي ما قلنا بالنسبه لنا اللي يهمنا هو السيرفر، او اقول له كلاينت، او اقول له اخر حاجه ايه ترانسبيرنت. تمام، بعد كده عندنا الامر الثاني هو بي تي بي دومين، وهنا بكتب اسم الدومين، بعد كده عندي بي تي بي باسورد، وبكتب هنا الباسورد، عندي بي تي بي فيرجن، وبكتب هنا الفيرجن بتاعي، في ايه تاني؟ فالدنيا بسيطة جدا. لو دخلنا على أي سويتش من دول، دي سويتش لسه جديدة ما فيهوش أي حاجة خالص، قلت لهم بس هوست نيم وده له الشو، وبعدين بي تي بي وبعدين ستاتس عشان نشوف الديفولت كونفيجريشن. طبعا بتلاقي الاوتبوت ده مختلف شويه عشان ده اي او اس 17، ده 12، اي او اس 12 كان الاوتبوت فيه مختلف شويه، اللي بيظهر اختلاف طفيف يعني. يقول لك بي تي بي فيرجن 2، تقول ايه ده؟ يبقى انا كده شغال فيرجن 2، مش انت قلت لي ان هو باي ديفولت فيرجن 1؟ لا، في الحقيقه دي اللي هي كانت بتلخبط الناس، فعشان كده غيروها. بي تي بي فيرجن كيبل، دي قصده هنا المفروض ان هي كيبل، يبقى باي 2. اكشولي لو بصيت تحت هنا تلاقي الكلمه دي بي تي بي فيرجن 2 مود ايه؟ ديسيبل. اذا انا ديسيبل بس كان طبعا متلخبط، بس ببص على الاوتبوت الجديد شايف هو جايبه هنا. بص دلوقتي انضف بكتير. بي تي بي فيرجن كابل 1 تو 3، بي تي بي فيرجن راننج 1، اظن واضح جدا. الغاليه القديمه دي كانت بتوه الناس، بص كده يبقى انت شغال 2 بس اصلا فيرجن 2 ديسيبل، يبقى انت قصدك انك شغال 1. كونفيجريشن فيجن نمبر موجود زي ما هو بزيرو، ماكسيموم بلاد سبورت 255، عدد البلاد اللي موجوده 5 اللي هم موجودين باي ديفولت، الاوبريتنج مود بتاع باي ديفولت سيرفر، دومين نيم مفيش دومين نيم، ترو نيم مش علينا ديسيبل، وترابس برضه ديسيبل، ادي ام 5 دايجست، اخر ابديت حصل ما حصلش اصلا، وانا نفس الكلام ماليش دعوه. فده الاوتبوت بتاع شو بي تي بي ستاتس. لو دخلنا بقى في كونفيجريشن وحبيت اكونفيجر الكوماندز بتاعتنا بتاع بي تي بي زي ما انتم شايفين مفيش غير دومين مود باسورد فيرجن، هم دول اللي احنا بنقول لك عليهم. فلو قلت له مود وبعدين عملنا امسترام الثلاثه بتوع الهوب سيرفر وكلاينت وترانسبيرنت، طبعا انا قلنا ده انا عايز ده سيرفر مثلا، هيقول لكم ايه؟ ديفايس مود اوريدي ايه بي تي بي سيرفر، يعني بس عشان اوضح التارجت بتاعي انا عايز اخلي ده سيرفر، تمام؟ انا عايز اخلي ده كلاينت، عايز اللي في النص ده بقى ان هو في النص بقى يبقى ايه؟ ترانسبيرنت. اوكي؟ حاليا اقدر اعمل كونفيجريشن بدون ما اقلق في اي حاجه في البي تي بي، لان الترانكس ديت انا ما جيتش ناحيتها. فاذا البورت دي دايناميك اوتو دايناميك اوتو دايناميك اوتو دايناميك اوتو، يبقى حاليا البورتس كلها شغاله ايه؟ اكسس مش ترانكس، وبالتالي مفيش اي مسج بي تي بي هتشتغل على هذه ايه؟ البورتس. فلو جينا حتى هنا كده قلنا له فلتر ومسلينيا عملنا على البي تي بي، قلت له كابشر فورورد، هيقول لك كابشرنج مفيش حاجه، كابشرنج مفيش اي حاجه هتحصل، مفيش اي مسج هتحصل شغاله بي تي بي لغايه دلوقتي. فلو جيت انا على السيرفر وقلت له بي تي بي هوم سيرفر، قال لي اوريدي سيرفر، قلت له بي تي بي دومين، وقلت له مثلا سي سي ان اي كلوز فيلد، ساعتها بقول لك تشينجينج بي تي بي دومين فروم ناو تو سي سي ان اي. طب هل معنى كده انه هيبدا يبعت مسجز؟ الحقيقه بس برضه هنا مش هيبعت لانه مش لاقي ولا ترانك، لو لقى ترانك الراجل هيبعت عليه، بس حاليا مفيش ترانكس موجوده عندي. طيب ايه تاني؟ عايزين بالمره بما اننا ناس بروفيشنال نعمل بي تي بي باسورد نخليها مثلا سيستم. اوكي؟ لازم الكونفيجريشن دلوقتي يتعامل على الثلاثه، باختلاف طبعا هنا ان الاولاني ما كنتش لازم اقول له مود، هنا بقى هبدا اقول بي تي بي مود، وانا عايز ده يبقى ترانسبيرنت، حلو كده، بقى ترانسبيرنت مود، بي تي بي دومين هنقول له نفس الدومين سي سي ان اي، وبي تي بي باسورد هنقول له نفس الباسورد اللي هي سيسكو، تمام؟ جميل جدا. دلوقتي الديفايس ده انا حر اقدر اكريت عليه بي لان زي ما عايز، بص كده بي لان 10 تمام، نيم تيست 10 دي مثلا ايه 11، اوكي ايه تيست 11، اوكي فخرجت بره وقلت له شو بيلان بريف، اوكي تلاقوا في بيلان 10 11 موجودين ولا لا؟ موجودين، بس الفكره بقى الجديده دلوقتي هو شو راننج كونفليكت، وهتلاحظ حاجه غريبه، اوامر بي تي بي موجوده هنا، والاهم بعد كده الاوامر دي عمرنا ما شفناها، عمرنا ما شفنا ان في بيلان ولين موجوده هنا، بس عشان خلينا ده ترانسبيرنت بقت موجوده. اي سويتش تاني يعني حتى سويتش 1 لو قلنا دلوقتي دو شو ران رامي الكونفيجريشن بتاعتي تلاقي مفيش اي اوامر خاصه ببي تي بي ولا بالبيانات الموجوده حاليا حتى. تمام؟ طيب يبقى انا كده السيرفر ده ان هو يبقى سيرفر وادي له الدومين والباسورد، السيرفر ده ان هو يبقى ترانسبيرنت وادي له الدومين والباسورد يبقى اخر واحد ده. حسيت نفس الفكره؟ ده لو ما بينوش الدومين هو هياخده لوحده. لا ما هو لازم يكون الدومين بتاعه نل. يعني انا هنا عارف، بس انا لو عايز بالمره اسيت الباسورد بتاعتي مش هينفع. انا لو تاني باسورد ده هنا بدون باسورد فاهم قصدي ازاي؟ مش هيبان. فهنقول له كلاينت كلاينت وهنقول له بي تي بي باسورد سيسكو. وبص بيقول لك ازاي؟ انا عايز اوريك الباسورد كانت بي سيت فور نال دومين. اذا مش هينفع احط الباسورد من غير ما اديله الدومين نيم، فلازم اقول له الدومين نيم بي تي بي دومين سي سي ام اي وبعدين بي تي بي باسورد. هو احنا الباسورد ده بيطلب امتى ولا ما بيطلبش؟ ما بيطلبش، انت بتجيلك مسج وتبص على الهاش بتاعها، والهاش ده المفروض يعرفك سكواد هناك من حته ثانيه بيستخدم الباسورد ده. طب هو امتى البرايفت باكيت؟ امتى ايه؟ لو جات لي باكيت لقيت الدومين نيم فيها مش هو نفس الدومين بتاعي هضرب الباكيت. لو جات لي باكيت لقيت فيها بتاع دوت الباسورد مش هي، مش بقى الباسورد ما تبقاش جوه الباكيت، هعمل هاش واكتشف ان هو مش نفس الحاجه اللي عندي هضرب الباكيت. طيب كده عملتوا الوك لاينت وعملتوا ان هو الدومين نيم والباسورد، نقدر بقى نعمل ايه؟ نقدر نشغل تراكس، اوكي؟ ونقلب فيها زي ما احنا عايزين، فهنيجي هنا في حاجه ممكن اشغل تراكس بطريقه خفيفه جدا. انا على سويتش 2 اللي هو اللي في النص كونف تي واقول له انترفيس رينج جي 0/1-2 واقول له سويتش مود تو تراك بس. لان انا كده بقيت ايه؟ طبعا ده مش صح يعني، بس انا كده الاثنين دول بقى تراك، ودي دايناميك اوتو دي دايناميك اوتو، يبقى هيقلبوا تراكس كلهم ولا لا؟ هيقلبوا تراكس كلهم، تمام؟ دي الايه؟ النتيجه بتاعتنا. فاست فورورد. طيب هل سويتش 3 دلوقتي جات له اي داتا ولا اي حاجه؟ تعالى بقى نشيك كل سويتش، نقول له شو ديلام بريف، اوكي؟ ملوش اي ديلام، هنقول له شو بي تي بي ستاتس، هتلاقي مفيش اي حاجه اتغيرت، تمام؟ الدومين نيم طبعا ده انا اللي عامله، لكن الديفيجن نمبر بصفر لان كان فيها تغيير والعدد بينزل مثلا 5. طيب لو رحنا لسويتش 2 نعمل شو بي نيم بريف، طبعا ده عنده 10 و11 ده ترانسبيرنت مالوش دعوه. لو نعمل شو بي تي بي ستاتس هتلاقي زي ما قلت لك، رغم ان انا زودت فيه 2 جنيه لكن الفيجن نمبر ثابت، العدد اللي هيتقال له ثابت على صفر مش هيتغير، وعدد الجنيهات 7 بس برضه ده ما يحصلش معانا. عشان نبدا نغير بجد بقى نرجع لسويتش 1 ونقال في دي لان قول مثلا دي لان 10 تبقى موجوده هناك، اوكي؟ بس دي لان ودي لان ثانيه بالنسبه لي، دي لان مثلا 20 النيم بتاعها اتش ار، دي لان 30 النيم بتاعها اي اي تي، تمام؟ شو زد شو بي تي بي ستاتس. دلوقتي العداد بتاعه بقى 6، شايفين؟ حصل 6 تغييرات، فحسبه من 0 بقوا 6، عدد الفيلز بقوا كام بقى؟ 8. بس الاهم بقى بالنسبه لي هو سويتش 3، هل في تغيير حصل في سويتش 3؟ يس ابسولوت 10 و20 و30 وصلوا لسويتش 3 لوحدهم، مش انا اللي هحط لهم ايه، وفي الستاتس هنا بقى نفس رقم الريفيجن نمبر ونفس عدد الايه؟ التغييرات. كان في ايه؟ كان في ترانسبيرنت. شغال دوت ترانسبيرنت في النص، ده شغال كوبري دلوقتي قاعد في النص، يعني ده حاليا عنده الكتب بتاعت كل واحد، ده عنده بيلان 10، 11، لكن ده عنده بيلان 10، 20، 30، تاني نفس الايه؟ الكلام. دول عندهم نفس الداتابيز، اللي هو في نفس الدومين، واحد سيرفر واحد كلاينت، نفس الباسورد نفس كل حاجه، فهيبقوا من بعض ايه؟ بدون اي مشاكل. ده في النص زي ما شغال كوبري ما بين الاثنين. ولو عايز تشوف بقى رساله بي تي بي دلوقتي اهو، كابشر فورورد، هنصبر شويه، كابشر فورورد طبعا ده اللي عداد بيزيد اهو. فده ابتدى هيبعت وهيبقى واضح ان العدد بتاعهم الاثنين خلاص ال 5 دقايق. لو بصنا على رساله البي تي بي مسج ديت وبصينا عليها جوه ادي شكل الرساله دي، طبعا ايه؟ اللي هي السمري ادفيرسمنت اللي هي التلخيص. ايه اللي موجود فيها؟ واحد دومين نيم ايه يا جماعه؟ سي سي ام اي، الريفيجن نمبر بتاعي العدد بتاعي كام؟ 6. طبعا في الدايجست ده موجود في الاخر عشان خاطر ايه؟ الداتابيز والباسورد بتاعنا بتاعهم تايم ستامب ده، يعني هو زي الختم كده بيقول لك الابديت ده اتعمل ايه. بس ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ كابشن فورورد كده وصلوا للراجل دوت اللي هو الترانسبيرنت، هيعمل فيهم ايه؟ شفت عمل ايه؟ خد دي جابها كده وخد دي جابها كده، مجرد كوبري بيعديهم ولا كانهم ايه؟ موجود في النص، تمام؟ طبعا ينفع انا في الكلاينت دلوقتي اوكي جاي اعمل كده، اقول له كونفيجر تيرمينال واقول له فيلان 100، اطلع لك سطر ايرور لو مش واضحه. بي تي بي فيلان كونفيجريشن نوت الاود يور ديفايس از ان كلاينت مود، مستحيل. لكن لو عايز اشوف بقى اللي هيحصل اكشوال اكتيفيتي لما اخش سويتش 1 واد فيلان سويتش 1 واي نوت، ونشوف اللي هيحصل خلفيه دي اللي هي 100 وتدوس انتر تمام ومش هنعمل حاجه اكزت بس كده. ايه اللي حصل هنا؟ بص الاثنين في كذا باكيت كده جاهزه هتطلع من الراجل دوت. اول واحده ايه؟ اول واحده اللي طالعه ديت او بص لنا جواها هتلاقيها ايه؟ هي سوي ادفانسمنت بس هنا بقى جواها شايفين الريفيجن نمبر بقى كام؟ بقى 7 حلو؟ فطبعا وصلت الراجل ده ولا هيتاثر بيها في حاجه ويبعتها كوبل بس في واحده جايه وراها انا قلت لكم ان هو هينزل واحده فيها وراها على طول اوكي لو بصيت وراها ديت هتلاقي هي مسج لاقي فيها ايه؟ سبسيت تعالوا بصوا بقى في المسج اللي هو بعتها وراه على طول دي سبسيت بصوا بقى جواها ازاي؟ في تي بي في لان انفورميشن في لان اي دي واحد الهكساديسمال طبعا واحد زي ما هي الله ده بيبعت في لان واحد هو هيبعت لك الداتا بيس كلها مش هيقاد في لان 100 ويبعتها لي يعني بص جوه المسج فيها ايه؟ في لان واحد 0 اكس ايه تبقى في لان ايه ديت؟ ايه؟ هكساديسمال ايه؟ تاني 10 10 ايه؟ يعني 10 في لان 0 اكس 1 4 يعني تبقى 20 1 اي تمام دي هتبقى ايه 30 مثلا 6 4 دي هتلاقيها 100 طبعا الغريبه 3 اي 1 اللي هي 1002 1003 وهكذا تمام اذا انا بعت لك ايه دلوقتي يعني اس واحد بعت رساله اعلان ووراها على طول ايه سبسيت ففعلا الراجل ده لما يوصل له وراها على طول هيلاقي جاي معاه ايه السبسيت بتاعي لو ما كانتش السبسيت دي وصلت له ولا حاجه كانت بقت ايه قصه لكن هو دلوقتي هتلاقيه بعت رساله اوكي ايه الرساله دي؟ سامري ادفيرسمنت ابديت فيها ولا لا؟ ابديت بقى كام؟ بقى 7 اوكي؟ فادي الايه الفكره بتاعت في تي بي وهو شغال شفنا وهو شغال الدنيا بتاعته عامله ازاي وشفنا كمان الكونفيجريشن بتاعته انا شايفها يعني فيري فيري سامبل في حته هو عاملها للترابل شوتنج ساعتها هنتكلم شويه على الترابل شوتنج لكن ادي هو عمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط دومين باسورد الباسورد على فكره ما بتظهرش في الراننج كونفيجريشن الطريقه الوحيده انك تشوف فيها الباسورد انك تكتب الكوماند ده كده شو بي تي بي باسورد تظهر لك هو انا الصراحه مش فاهم ايه لازمه الباسورد ما هغير الدومين هم مش هيتكلموا خلاص تخيل ان حد يخش معايا في الشبكه ويحاول يعمل اي هاكينج ولا حاجه تمام فممكن الدومين نيم لوحده مش كفايه انا شغال ازاي هو الدومين نيم لوحده مش كفايه يعني زي اليوزر نيم وباسورد ليه يوزر نيم وباسورد قلنا خلينا حاجه واحده تمام فالدومين لوحده مش كفايه يعني زي ما قلت لك هي اصلا مش بروتكشن عالي ولا حاجه بس اي حاجه في السكيورتي زياده احسن من مفيش لما نقول يعني. الكلاينت اس 3 بعت ادفرتايزمنت تاني ما عشان هو لازم كل ما يحصل له تغيير يقوم جاي بعت بس ما يعرفش اللي بعده مين ما يعرفش يعني في سويتش بعده ممكن ما يكونش جاي له تغيير بيبعتوا في ساعتها ولا بيستنى كمان لا في ساعتها على طول انستنت اول ما يجيله اول ما يحصل عنده تغيير في النمبر عنده يقوم جاي يبعته يعني ممكن يكون واصلين سويتش هنا وواصلين سويتش هنا وهكذا يعني تمام الكلاينت خليناه كلاينت ودومين نيم وباسوردز اوكي وهنا بقى عملنا كونفيجر فيلان ظهر 10 20 30 زي هنا ظهر على السويتش دوت والاهم طبعا هيظهروا في الخطوه الجايه هنشوفوا النوتيفيكيشن هيظهروا على ايه بس احنا عملناها بالظبط اتفضل ده طماطم يعني دوت ايه؟ دوت ترانسبيرنت هو اللي بنعمله طب احنا ليه اصلا بنعمل يعني ما عندناش مشكله لا هنا انا هنا دلوقتي بتست البي تي بي تمام اللي هو عشان خاطر لما جربنا كل الاوقات مش بنتكلم بالسيناريو الحياه العمليه الحياه العمليه الثلاث سويتشات دول هيبقوا ترانسبيرنت تمام هو يعني حاجه ما عندناش مشكله يعني عايزين نعمل كل السويتش ما عندناش عن كل واحد نعمل لا لا يبقى الكونفيجريشن بتاع دي لان والكونفيجريشن بتاع بي تي بي. انا هنا هكونفيجر مره واحده بي تي بي وهكونفيجر هنا مره واحده بي تي بي وبعد كده اسيبهم بدل حاجه. تمام؟ يعني فكري تاني الشبكه كبيره فيها 50 سويتش، اول مره لما تعملوا بيزك كونفيجريشن هتكونفيجر البي تي بي. تمام؟ انت سيرفر انت كلاينت انت سيرفر انت كلاينت دومين كسي سي ان اي دومين سي سي ان اي دومين سي سي ان اي باسورد 61335 وات ايفر. عملنا كونفيجريشن ما دي فيرست باس لازم هتحصل على كده. بس معاكي بعد كده سنين قدام اي تغيير في البلان، عايز تمسحي بلان، عايز تأدي بلان، هتعمليها على مين؟ على جهاز واحد بس. مش دي الفكره بتاعت البي تي بي؟ ما انا بقول لك لو هتشغلي البي تي بي، لو هتشغلي البي تي بي هيبقى هي دي الفايده بتاعتها. لو انا السيناريو بتاعي ريكومندد فيه اكتر ان انا ما اشغلش بي تي بي خلاص مش هتشغل بي تي بي، هنخليه ترانسبيرنت او لو السويتش بتاعي بيسبورت فيرجن 3 كمان عندنا اسمه ايه؟ اوف ان هو يبقى ديسيبل تمام. اوكي؟ في الحاله دي زي ما انتوا اتعلمتوا قبل كده. واحنا قبل كده كنا بنعمل ايه؟ مش كل سويتش كنا بنعدي عليه الفيلان دي اس وبعدين نوزع البطاطا وبعدين نحطها في الترنك. ده زي ما هو ما اتغيرش. اللي احنا اتعلمناه الجديد ايه؟ هتبقى نزود امر في تي بي نون ترانسبيرنت. ده الجديد اللي انت خدته. عشان ما تسيبوش مفتوح، هو باي ديفولت سيرفر والدومين نيم نل. اي حد هيخش تمام بالطريق الخطا زي ما قلنا 100 كويسه 100 وحشه ماليش دعوه، هيبوظ الدنيا ولا لا؟ هيبوظ. تمام؟ لا الدور بتاع الصوت. Okay, so let's check about more about the neutral one. عملنا كويز، تعالوا نشوف الكويز دوت. نشوف هنعرف الدنيا وبعد كام سؤال فيه كده. Which three BTB parameters must be identical in all switches to participate in the same BTB domain؟ يعني لازم يكونوا زي بعض على السويتشات عشان خاطر يبقوا مع بعض في نفس البيئة. Root، version number، version number، rolling، domain password، domain name، والنيم والباسورد والفيرجن نمبر الفيرجن نمبر لا بص انا عايز اقول which three BTB parameters must be identical in all switches to participate in the version version number اهو كده تشيك بالفيرجن نمبر دلوقتي 1 لا 1 و2 تمام و3 حلو 3 باكورد كومباتبل مع 2 تمام بس مش باكورد كومباتبل مع بعض تمام. طيب يعني لو جينا هنا كده خلينا اد سويتش جامد عشان تست السير ديت اد سويتش هنا كده وصلنا في 560 وهنوصل جي 01 ماشي جي 01 هنا فاست فورورد جي سويتش دوت هنعمل الكونفيجريشن سريع جي 01 نخليها ترانك اوكي وعشان تشوف نفسك دلوقتي انا مجرد عملت البورت ترانك ما قلتش اي حاجه ثانيه انا كتبت سويتش بورت ترانك انا بس مكسر الفكره شو بي تي بي ستاتس ما عملتش اي حاجه غير ان انا قلت له ايه؟ ترانكس، ايه اللي حصل؟ شفت الدومينين دوت؟ شانل اد هو اللي اتقال لوحده. طيب فين الريفيجن؟ الريفيجن نمبر لسه زيرو والاكزيستنج كونفيدنس لسه خمسه. اوكي؟ لسه ما يقولوش ولا هيقول ليه؟ خلي الدومين نيم اهو بقى معانا في الدومين نيم وكل حاجه. باسورد. عاملين باسورد صح؟ طب تعالى نعمل الباسورد بي تي بي باسورد سان فرانسيسكو صح سيتنج مايتي بيز نرجع نقول له شو بي تي ستاتس وصل ولا ما وصلوش؟ وصل اكزيستنج بلاد خدوا لوحده لانه نال وجات له رساله ادفيرس خد منها الدومينين بس ما عرفش ياخد الباسورد هياخد الباسورد ازاي من الرساله تمام ما ينفعش فاذا عشان خاطر يشارك بقى ويقبل مني مسجات بعد كده انا لازم اغير الباسورد. طب الفيرجن لو جيت كده دلوقتي قلت له بي تي بي فيرجن 2 تمام بي تي بي فيرجن 2 دلوقتي لو خرجنا بره وقلنا له شو بي تي بي ستاتس هتلاقي فيرجن 2 بقى ايه؟ بقى انيبل. يعني خلي بالك الراجل ده سيرفر صح؟ انا بخش عليه كده واقول له فيلان مثلا 200 اوكي واكزيت وبعدين اقول له شو بي تي بي ستاتس فيلان 200 اعلن لان الفيرجن نمبر دلوقتي بقى كام؟ 9 هو كان كام؟ 8 الفيلانز كانت 9 بقوا 10 طب هل السويتش التاني ابديتد؟ السويتش ده اس 3 اللي هو فيرجن كام؟ فيرجن 1 هنشوف show BGE status update الوضع show update وشو brief اثنين. تمام؟ إذا الإجابة بتاعته مش دقيقة، بمعنى إن اثنين باكل كومباتبل مع واحد، ثلاثة باكل كومباتبل مع اثنين، ثلاثة مش باكل كومباتبل مع واحد. واضح؟ أهو ده مش واحد فيرجن 1 وفيرجن 2 اشتغلوا مع بعض ولا لأ؟ اشتغلوا مع بعض. يعني فيرجن 1 و 2 اشتغلوا مع بعض، ما عملوش مشاكل، اللايف سيرفر وخد الابديت منه، وعلى فكرة هتلاقيها طبعا وصلت عن طريق الكوبري اللي احنا حاطينه في النص، هل وصلت لسه واحد ولا لأ؟ اللي هو السيرفر التاني يعني أكيد طبعا وصلت. مش هتوصل له ازاي؟ شو دي تي بي ستاتس ماشي، هتلاقي نفس الكلام الفيرجن 1 بتاع 9 من عدد الناس ب 10. إذا يعني الإجابة دي كده مش مقتنع بيها، إن هو الفيرجن نمبر ملوش علاقة بالموضوع إن هو يبقى بالنسبة لي. طيب لو رجعنا للكويز تاني Okay, a switch that is configured in VTB server mode receives a VTB update with a higher revision number from a neighbor switch that is configured in client mode. السيرفر هيعمل إيه؟ يعني السيرفر جات له مسج من الكلاينت بس الريفيجن نمبر أعلى. من غير ما نقدر نجيب إيه اللي هيحصل؟ سواء كلاينت أو سيرفر ما يفرقش معايا. الريفيجن نمبر أعلى مني. يبقى هأبديت اللي عندي تمام؟ يعني أنا سيرفر بس جات لي أبديت وهاير ريفيجن نمبر. طب ما هو كلاينت إيه المشكلة؟ لا بص هنا اهو ده كلاينت دلوقتي صح؟ السيرفر ده مش ابديت الكلاينت ده، والكلاينت ده هو اللي ابديت السيرفر، السيرفر قال منه الابديت ده احنا قلنا التاني ده مش موجود في النص، يبقى الكلاينت هو اللي ابديت السيرفر ده هو اللي ابديت. بس الكلاينت نفسه مش هو اللي ابتدى الابديت، لازم يكون استلام من السيرفر قبل كده. لا في اثنين سيرفر بس خلاص لو مفيش سيرفر واحد في النتورك يبقى عمر الكلاينت ما هيابديت السيرفر. الا لو احنا عملنا الحركه الغبيه اللي قلنا عليها. دخلت سويتش كلاينت بريفيجن نمبر اعلى، دخلته اللي هو كنت بختبره وعليه وجربته ولعبت فيه وقعدت موصله في الشبكه، هيبوظ بقى السيرفر ملوش دعوه، هيبوظ السيرفر ساعتها هيبوظ. تمام؟ اوكي يبقى طبعا هنا اكسبت انفورميشن من ابديت اند فورورد تو اذر سويتش، مش هيعملها دروب ولا اجنور ولا هيبعت ابديت باك ولا الكلام ده كله. Which step can be taken to ensure that a switch added to the network does not override the VLAN information on the existing switch؟ يعني بيحمينا من المشكله اللي فاتت، لو في سويتش دخلناه مش عايز يعمل اوفررايد، ايه اللي اعمله؟ هل ريست الريفيجن نمبر تو زيرو ولا امسح اي فيلانز واعمل ريبوت للسويتش ولا امسح الستارت اب كونفيجر واعمل ريبوت للسويتش ولا اغير الريبوت بتاعي يبقى كلاينت؟ ريست طبعا الريفيجن نمبر تو زيرو، وقال لك في طريقتين بس انا افضل الطريقه رقم واحد ان انا اغير الدومين نيم لاي اسم احمد ولا حاجه وبعدين ارجعه للدومين نيم بتاعي. لو مسحت الفيلانز ولا هيحصل اي حاجه لان الفي تي بي لسه موجود زي ما هو، لو مسحت الستارت اب كونفيج برضه الفي تي بي مش الستارت اب كونفيج، لو غيرت الكلاينت احنا لسه قايلين كلاينت ابديت ملوش علاقه ان هو كلاينت ولا سيرفر. هو انا ازاي بغير الرقم؟ تصفره يعني؟ تكتب يا اما دومين نيم تعمل له دومين نيم تاني يا اما تغير ترانسبيرنت يعني هو قصدي نعملها بطريقه What is the purpose of VTB? If I did Cisco Proprietary Protocol manages trunk negotiation طبعا ده DTP اوكي trunk negotiation ده هو DTP provides secure remote WAN access out WAN access له علاقه بالوان طبعا اوكي designates the management at the native VLAN ده بيظبط it provides centralized management of VLANs in a multi-switch environment طبعا manages switches to ensure loop free ده هو STP. Our VTB messages sent between switches in a domain layer 3 unicast, layer 3 multicast, layer 2 unicast, layer 3 multicast, layer 3 broadcast, layer 2 broadcast, layer 2 multicast. They are on the special mechanism multicast, which VTB mode processes VTB messages and saves the VLAN configuration in NVRAM. Meaning we save the VLAN configuration in NVRAM. White or the transparent or the most transparent. NVRAM. NVRAM. Transparent. هو المفروض يسيبها في الرام بس احنا لما نعمل له بعد كده سيف يقول لك ايه اللي رام دي هتطلع غالبا غلط بس ما تاخدش الكلام بتاعه، خد الكلام اللي هو دوت اللي هو الان في رام او بنتكلم اللي هو الستارت كونفيجريشن الوحيد اللي بيساعد فيها هو مين؟ هو ترانسبيرنت. اوكي يعني هنا لما نيجي كده اهو في اي في الكلاينت دوت ولا في السيرفر قلت له شو ستارت كونفيج هتلاقي فيه امر فيلان هتلاقي فيه امر في تي بي اوكي وهثبت لك ده بسهوله جدا اهو رايت اوكي كده بقى في ستارت اب كونفيج. طب ولو عملت ايريس للستارت اب كونفيج بعد كده ايريس ستارت اب كونفيج ايريس طب اعمل ريلود كده لو سمحت ريلود تمام وهو بيعمل ريلود هقوم جاي قاطع الكابل بتاعه جرب بقى شويه هنا ليبل شوب، هو ملوش اسم ولا اي حاجه، بس شو بي تي سيرس موجوده ولا لا؟ شو بي لام بريف موجوده ولا لا؟ اوكي. طب الكلايت نعمل نفس الحركه في الكلايت. اوكي ادي كلايت، ايه الايكونات بتاعته وادي استاذ الكلايت. انا بعمل سيف بس عشان كده يعني مالهاش لازمه ان انا اعمل سيف وبعدين بس انا بعملها لك سيف وبعدين ايريس ستارت اب كونفيج اتاكد ان هو هيتمسح ومش هيبقى اسمه اس 3 مثلا صح؟ هنعمل ريلود. اوكي يعني بقى شويه عشان نخلص الريلود ونخش على سويتش 3 ونقول له شو بي لايف بريف. ها موجودين ولا لا؟ موجودين صح؟ شو بي تي في ستاتس ستاتس اس تي اتش دي اس. فاهمين قصدي ازاي؟ كلاينت ولا سيرفر؟ طفيته وشلت الكابلات موجوده الداتا كلها ولا لا؟ موجوده الداتا كلها. طيب اوكي يبقى ترانسبيرنت بس هو اللي بيسيف في حاجه اسمها الان في رام. انا مسحت الان في رام قدامكم ومفيش اي حاجه عندي كانت سيف فيها في الكلاينت او في السيرفر. A network technician tries to add VLANs to a switch but receives an error message VTV VLAN configuration not allowed. طبعا مش محتاجه بتاع كلاينت. اوكي show VTV status على switch 3 وعلى 1 وعلى 2. Why is VTV information unable to propagate the network؟ طب نشوف كده سريع. هو ايه؟ ليه انت مش قادر ال VTV information الدومين نيم ايه؟ فلور 3 فلور 1 فلور 2 واحد ظريف كده عامل دومين نيم في كل واحد ايه؟ مختلف طبعا ما ينفعش. اوكي؟ لو ترانسبيرنت الان في رام دي لما بعمل ريلود بتفضل موجوده فيها؟ لو ايه؟ الان في رام البي تي بي انفورميشن بتفضل موجوده فيها؟ لو ترانسبيرنت لو عملت ريلود وانت عامل سيف لو مسحت السيف كل واحد يعني احنا عندنا دلوقتي في هنا كام؟ اللي هو 10 11 صح؟ موجودين لكن لو جيت كده برضه عملت زي التانيين وقلت له رايت الاول او سيف وبعدين اريس الرايت اللي انا عملته الاول اريس ستارت اب كونفيج تمام وبعدين ريلود بس ضاعت كل حاجه مفيش ايه فيلات موجوده عندي نرجع للسويتش مفيش اسم السويتش بس برضه مفيش فيلات شو فيلات بريف طبعا المفروض ما يبقاش فيه فيلات اوكي ده ايرور عنده هو مفيش المفروض مفيش فيلات عندي في دوت دات هو جاب دول منين بس عشان ده باكت كريستال لو نجرب بقى على جي ان اس 3 تمام هتلاقي ريزلت ايه افضل لان هو طبعا مفيش فيه الكلام دوت هيبقى بالظبط اكشن اللي بيحصل في الحياه العمليه. اوكي يقول لنا ايه فين الريزلت المين تشينجز از بريفيو انتي كويس كوبل كونتنت اوكي كوريكت ادي بقول لكم ان هو يعني بيقول لك معنى حساب البينا انفورميشن في الان بي ام بيقول لك السيرفر لا هو دي خطا عنده لا يبقى صح. اوكي السكشن جاي ده اوريدي كله احنا عارفينه فانتوا لو في حاجه مش عارفينها بس احنا فاكرها بقى سي سي ان اي بس هو حاطه هنا عشان خاطر سيسكو زودته بس هو كان عندنا في الاكاديمي النورمال رينج والاكسترنال رينج هنا من 1 ل 1005 الكونفيجريشن ساعتهم بنسيب في دي لاند دوت دات اللي هو في الفلاش ميموري بعد كده الاكسترنال رينج اللي لازم هو من 1006 لغايه 4094 وطبعا ده بيقول لك مناسب بس للسيرفيس بروفايدرز ناس زي تي داتا والناس ديت بيحتاجوه واللارج اورجانيزيشن اللي هم عندهم يعني جريت نمبر اوف كاستمرز فمحتاجين ارقام كبيره الفيور فيلان فيتشرز زي البي تي في زي ما قلنا مش بيسبورت فيرجن 3 الكونفيجريشن بتاعته الاوبريشن كونفيج برضه لو انت شغال يعني بص هنا اهو قال له فيلان 9000 اكزيت قال له فيلد تو كريت فيلان 9000 اكستند فيلانز نوت الاود ان كارنت في تي في مود او عايزه يلاو خلي مود ترانسبيرنت وقول له 2000 هيقبلها منك بتبقى اي مشكله او ان ال فيرجن 3 لو قلبت فيرجن 3 مش هيفرق بقى الريموت بتاعك ترانسبيرنت ولا كلاينت ولا سيرفر هيقبل منك فيلان كام 2000 تمام؟ اوكي تلاقي موجود اهي ممتازه فدي الاكستندد فيلانز وبعد السنتكس تشيك دوت ما خلصوش نكست كويزنت مش عارف ليه كويزنت دي ممكن نتسال فيها في الكليه دلوقتي طيب خش على دي تي في برضه احنا عارفين القصه عندنا فكان هنا المودز كلها بتاعت البورتس اكسس دايناميك اوتو دايناميك ديزايربل وترامب تمام وادي المودز كلها اللي موجوده عندنا وادي الجدول فاكرين الجدول اللي هو كان بيقعد قلنا مش محتاجين نحفظ الجدول ده اول حاجه بس دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو هيبقى اكسس تمام اي حاجه ثانيه مع اي حاجه ثانيه المفروض تبقى ترامب بس شيل اكسس موضوع يعني ايه اللي مخلي اكسس هنا حاطه هنا وحاطه هنا ده كله ملوش اي لازمه في الجدول هو اتحط اكسس هنا والاكسس هنا لان انت عارف ان اكسس مع الناحيه الثانيه فيها اي حاجه من الثلاثه الثانيين هتبقى بايظه ولا لا؟ هتبقى بايظه. فاذا اليمين ترانك، بعد ما يكون هتبقى ترانك، بعد زايربل هتبقى ترانك، بعد ترانك هتبقى ترانك، زايربل مع اي حاجه هتبقى ترانك. هو بس دايما اوتو اللي فيه ايه؟ المشكله هو احنا محتاجين نحفظه، دايما اوتو مع اوتو هيبقى ايه؟ هيبقى عكس. الديسيبل بتاع دي تي بي بيقول لك ان هو يبقى الامر سويتش بورت لو نيجوشيت. وبعدين عندنا باكي تريسر هطلبه منك ان شاء الله في الهوم ورك، كونفيجر دي تي بي اند ايه دي تي بي. السيكشن ده بيتكلم على الترابل شوتنج، نبدا في ازاي نمسح الفيلان، والمشكله اللي ممكن تحصل لنا لو فاكرين مسح فيلان 99 هنا وعنده فيلان 99 فيها سلطات كام؟ 18 19 20 21 22 23 24 ومسح الفيلان. ايه اللي هيحصل؟ دي فيلان هتلاقيها اتشالت من هنا، بس برضه ايه اللي اتشال من هنا؟ سلطات 18 19 20 21 اختلفوا، يعني مش شغالين دلوقتي وهيبقوا ايه الاخر. فدي اول مشكله اللي خلي بالك منها. تاني مشكله دي تي بي ايشوز، او هنا في الحقيقه بتكلم على ترانكس كله مش دي تي بي بس. لو عملت ترانك مود ميس ماتش، ان مثلا واحده المود بتاعها اوف والثانيه اون، يعني قصدي واحده اكسس مع ترانك، او الاثنين دايناميك اوتو، الالاو فيلانز اون ترانك والنيتيف فيلان مس ماتش. مش هنعيد الكلام ده كله تاني، ده في ار اس اي نفس الجدول ده بالظبط، خدناه قبل كده في الكلاس بتاع راوتنج اند سويتشنج اسينشالز. ده بقى الجديد، تعالوا نبص عليه واحد واحد كده. ايه المشاكل بتاع الدي تي بي؟ DTB versions are incompatible with each other. Ensure that all switches are capable of supporting the required DTB version. زي ما قلت لو 2 مع 1 ممكن يشتغل، 3 مع 2 ممكن يشتغل، لكن 1 مع 3 مش هيشتغل. تمام؟ DTB password issue، لو انت شغلت الباسورد لازم يبقى كلنا عندنا نفس الباسورد، وان هي manually configured، ما ينفعش تتعمل غير ان انا اعملها على كل سويتش. المود نيم incorrect، مود نيم هو قصده دومين نيم، معلش المنهج لسه ما حدش عمل عليه، قصدي الدومين نيم. لو غيرنا الدومين نيم طبعا الدنيا ايه؟ مش هتشتغل خالص زي ما احنا عارفين. ايه تاني؟ لو كل السويتشات بقوا كلاينت، قلنا ايه المشكله هتقابلنا؟ مش هنعرف نعمل ايه؟ اي سويتش عندنا موجود يبقى في سيرفر في الهاير. اخيرا انكوريكت ريفيجن نمبر اللي هي اسوء كارثه ممكن تحصل، فالحل ان انا ريسيت السويتش بتاعي الاول قبل ما ايه ازود اي سويتش جديد عندنا. مفيش كلام كتير كبير. وبعدين باكيت تريسر بالترابل شوتنج بتاع دي تي بي ودي تي بي برضه هيبقى ريكوايرد، وحطيت الهوم ورك كويزلت اوريدي جاوبنا اسئله على دي تي بي. دي تي بي اكشولي اي دونت كير. اوكي زي كده اخر كونسبت سويتشنج اند الاو اس اف. ده بيتكلم على سويتش ستاكينج كونسبت، وده بيجمع طبعا شوف الصوره دي قبل كده لكن مش هشرحها ومش عمرنا ما شرحناها، وهي مش هنشرحها، احنا بس هنتكلم عليه كلمتين بالظبط في 2 سلايدز بالظبط. الستاك دوت ايه اللي قدامكم دوت؟ دي تكنولوجي اسمها الكيبل اللي شايفين دوت، او اسمها ستاكينج، والكيبل اسمه ستاك وايز. سيسكو كانت اخترعتها عشان خاطر يبقى عندك اكتر من سويتش زي ما انتم شايفين كده، وتوصلهم مع بعض بهذا الشكل، ديزي تشين زي ما بيسموها، من الرابع بالثالث، الثالث بالثاني، الثاني بالاول، وبعدين تقفل الاول بالايه؟ بالرابع. تمام كده في ريدندنسي عشان خاطر يبقى في كونكشن من اي سويتش للثاني. بس لما بتعملهم كده ايه اللي بيحصل؟ دول بيظهروا يا جماعه في الشبكه من وجهه نظر اي جهاز تاني، وهم نفسهم بيشوفوا نفسهم كايه؟ كسويتش واحد. حلو؟ كله بيشوفهم كسويتش واحد، دي طبعا ميزه كبيره جدا بالنسبه لك. يعني انا مثلا في بروجكت دلوقتي وعندهم في احد الادوار سويتش 24 بورت، بس عندهم محتاجين حوالي 35 بورت دلوقتي. تمام؟ فايه الحل؟ ما ينفعش انا استخدمه. لكن لو كانوا شايلين السويتش من الاول هنا ايه؟ ستاك، يبقى في فتحتين بس فاضيين، يعني الفتحتين دول بيبقوا موجودين ورا كده فاضيين. كنت هعمل ايه دلوقتي؟ بدل ما نستبدله ونجيب سويتش تاني 48 فولت، اجيب واحد تاني ممكن 24 ونربطهم مع بعض، هيبقى خاصة بكتير كتير. تمام؟ ما بين دوت وما بين دوت، وتربطهم مع بعض كده ب2 كيبلز بهذا الشكل، خلاص بقى سويتش واحد 48 فولت. لازم تفهم يعني ايه بقى سويتش واحد؟ يعني كل دول مش هيبقى لهم 4 اي بي ادرس عشان تخش السيرش، 1 اي بي ادرس. كل دول لهم فتحة كونسول واحدة بس اللي شغالة، شايفين الأربعة كونسول دول؟ واحدة بس فيهم اللي شغالة. تمام؟ طب مش واحده بس اللي شغاله. طب بتاعت مين؟ مين الاي بي ادرس اللي هيشتغل؟ مين اللي هو السويتش؟ بنختار سويتش منهم اسمه السويتش الماستر. اسمه ايه؟ سويتش الماستر. طب مين الماستر في الاربعه دول؟ بتحصل انتخابات زي اس تي دي بالظبط. في برايورتي والماك ادرس واللوست هو اللي بيفوز. تمام؟ يعني مش نفس الامر بتاع اس تي دي، طبعا ده امر مخصوص لو عايز تخلي حد معين يفوز، لكن هي نفس الفكره بتاعت الانتخابات، البرايورتي الاقل هو اللي بيفوز، لو البرايورتي كلنا زي بعض يبقى يعني هناخد اقل ماك ادرس هو اللي هيفوز. اوكي؟ يبقى ده هيبقى السويتش الايه؟ الماستر بتاعي. طيب جميل جدا، الماستر بتاعي ده اللي هو هيبقى له اي بي ادرس وبورتاته والكونسول هي اللي شغاله والكلام ده كله. ازاي بقى الكونفجريشن نفسه هيتغير؟ ما كانوا 4 كونفجريشن دلوقتي صح؟ 4 اي او اس. دلوقتي بقى 1 اي او اس و1 كونفجريشن. بس ازاي؟ هيتحول كده. بص مثلا هنا في المثال بتاعنا اهو، افترض احنا وصلنا دول كده، هيبقى اول مجموعه بورتات بص ارقامهم هتبقى عامله ازاي؟ 101 102 103 بتوع اول سويتش لغايه 1052. ما شاء الله كبير. بص السويتش اللي بعد هيبقوا 201 202. ده ليه نمبرنج، يعني السويتشات كلها كانت اصلا من 101 ل 1052، يعني كانوا كده الحته دي كده. كانوا اربع سويتشات مثلا، كل واحد لما تقول له شوران تلاقي كده، لما ضميتهم مع بعض وهتقول له شوران لا مش فيش بقى 101 ولغايه 52، بقى كملوا 201 لغايه 252، 301 لغايه 352، 401 لغايه كام؟ 4052. شفنا الموضوع كده لما ضميتهم؟ لما تربطهم، لما تربطهم بالستاك. طب ما الاولى دي اللي هي كان ايه؟ ده كان سويتش واحد في كل البورتات دي صح؟ لا مفيش مره اقول اللي هو حضرتك معلم عليه. انا لو كانوا موقف هنا بس كده، لو كانوا كل واحد سويتش لوحده كنت بتقول شرط تلاقي نفس الاوتبوت ده كده. بس انا اوريدي ربطتهم ببعض فبقوا خلاص كده كلهم اوتبوت واحد للبورتات العامه، يبقى 52 في 4 هيطلع دي تقول له شويه دي انترفيس بريف كده ولا شورت انترفيس ولا كده، يطلع كام؟ 204 208 سويتش 208 سويتش بورت من غير اي حاجه، مجرد ما هتضميهم هو واحد هيجي نمبر كده هيعيد ترقيمهم بهذا الشكل. وبرضه هو لوحده هيختار السويتش الماستر. تمام؟ هو لوحده هيختار السويتش الماستر. طب حد يفكر ياخد السويتش الماستر ده باظ. اللي بعديه ياخد الدور بتاعه ويبقى هو الماستر. تقول لي ده غلط، بس السويتش الماستر ده اللي كان عليه كونفجريشن. ما هو في نسخه من الستارت اب كونفجريشن ومن الراني كونفجريشن عند الثلاث سويتشات التانيين. او عند الخمسه اللي انت مش لازم اربعه، ايا كان عدد السويتشات بتاعتك. طب ايه الميزه الاساسيه لهذا الموضوع غير ان هم بقوا سويتش واحد وقدرنا نزود عدد البورتات؟ قال لك في ميزه ثانيه كبيره جدا في سباننج تري. بص التوبولوجي دي هتقول لي ايه مشكلتها في سباننج تري؟ هيبعتوا مسجات كتيره لبعض. لا ليه؟ مسجات كتيره ليه؟ كل واحد هتجيله من هنا يقوم باعتها لناحيه ده يجيله. مش ايه المشكله؟ ده دي حتى يعني بقى كده وانا بقلل السيجمنت. يا جماعه راجل كان بقى دايمنشن جريترز ان 7، مش قلنا حسبنا التايمرز بتاعتنا وكل اس بي شغال ان هو القطر بتاعنا ما يبقاش اكبر من 7، ده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عشان اوصل من اول سويتش لغايه اخر سويتش كام؟ 9. لا بس هنا ما فيش لوبس اصلا، ركز هو هنا في لوبس. دي في كابل بس هنا اتضمنت وهتحصل جزء من الشبكه هيبقى حصل فيه كونفرجنس وجزء تاني لسه ما حصلش بسبب التايمرز بتاعتنا، فانت عضه لما ده يحصل. طب بص عملوا ايه؟ ايه رايك لو عملنا كده؟ بدل ما اشتري هنا اربع سويتشات احطهم كده، دول اربعه اتضموا مع بعض بقى ستاك ستاك ستاك. التوبولوجي بتاعت النتورك دي بقت ايه؟ بقت زي دي كده هنا كده، ثلاث سويتشات كده يعني متوصلين ورا بعض، فاهم الفكره؟ ده معتبر ده متوصل بده وده متوصل بده، بس كده، هو ثلاث سويتشات. اس تي في كده عنده اي مشكله؟ ولا اي مشكله في اي حاجه. واضح؟ وهنا طبعا يعني شكل ما عندناش ولا حاجه. لو عايز تعرف بقى حتى ريسورسز مانجنج زي سويتش ستاكس، كونفيجرنج اس تي بي، سويتش انستليشن، ازاي تعمل الكلام ده كله، في لينك هنا برده للمعادله بتاعت الدايمتر. لو انا غيرت الدايمتر ايه اللي هيحصل في التايمرز ديت، والمعادله بتاعت دي كده قلت لكم ايه، يعني مش هنخش في الرياضيات بتاعتها بس موجوده للي عايز ايه يعرفها. وهنا برده دي كومينج سون بسبب ما بيتحملش كويس دايت. مفيش حاجة. The name of the port used to physically connect stack member. لا أنا مش عايز ليه. اسمها إيه؟ stack wise. أوكي؟ خلاص هي آخر واحدة. نكمل بقية كويس دايت. بعد كده HSOP. Name of switch that controls بيسموه إيه؟ master. تمام. Maximum number of members in stack 9. ما قلناش بس هما كام؟ 9. أوكي؟ يعني أقصى عدد ما ينفعش تزود أكتر من 9. The name given to every switch in a stack اسمه stack member. انت عضو معايا هيبقى اسمه ايه؟ stack member. The value used to elect the stack master. واخيرا how is the stack manager stack viewed by the network. النتورك كلها بتشوف الستاك دي كانها ايه؟ single entity whatsoever. ده فلاير 2 او فلاير 3 على فكره. فاذا خلاص القصه كده ايه؟ انتهت. اوكي؟ يبقى احنا كده لو رجعنا للهوم بيج ممكن اعمل stacking بيراتس؟ ممكن اعمل stacking بيراتس؟ لا مفيش stacking بيراتس. ايه؟ محتاج لسه تقول لير 2 لير 3 يعني. ليفل 3 سويتش. جبت 3 سويتشات 4 3750 يبقوا لير 3 سويتش ولا مش لير 3 سويتش؟ لير 3 سويتش مالتي لير سويتش هياخد هاي دي. كده سكيلينج نتوركس نيو كونتنت خلصنا في تي بي واكستندد في لانز وفي تي بي ترابل شوت مالتي في لان ايشوز اللي هو الترابل شوت اللي هو جايبه ده يعني بتاع الفي تي بي والدي تي بي والفي لان برضه وسويتش ستاكينج وكمان المره اللي فاتت خلصنا ايه؟ اتش اس زي ما انتم شايفين ما فضلش في الاديشنال ماتيريال غير ترابل شوت مالتي اريا وسكيب ودي لسه بعد ما نخلص الشابتر الايه؟ مالتي اريا وسكيب. اوكي؟ نرجع بقى للكريكولم بتاعنا العادي هو فين؟ سكيلينج نتوركس واحنا كنا واقفين عايزين نخش في شابتر 3 زي ما قلت لكم الموضوع عادي جدا جدا بص يعني اول مره نلاقي الديسكربشن كده هنعرف 4 حاجات في هذا ايه الشابتر اللي هو صغير جدا الشابتر ده هو الشابتر الوحيد في الحقيقه من اصغر الشابترز عندنا والشابتر اسمه لينك اجريجيشن تمام زي ما اتكلمنا عليها قبل كده سريعا هي تجميع الايه اللينكس لما يبقى عندنا تو لينكس ونجمعهم مع بعض ليه اصلا نجمعهم مع بعض؟ اول حاجه لو ما جمعتش حاجه وحددت الدبل لينكس كده زي ما انتم عارفين مع اس بي بي اقول لك اللينك دي هنا ما بين التو سويتشز دي لازم يحصل لها ايه؟ واحده منهم يعني طبعا زي ما انتم عارفين لازم يحصل لها ايه؟ بلوك مش ده الطبيعي بتاعنا يبقى اذا اللينكس دي مش شغاله جميل جدا طيب اللي هيحصل بقى دلوقتي ان انا عايز اشغل التو لينكس على بسيطه خالص نضم التو لينكس دول مع بعض بحيث نضحك على اس بي وفي نفس الوقت نستفيد من دبل ايه؟ السبيد بتاعتي تقريبا دبل الباكوردز ازاي هنضمهم مع بعض؟ هي دي الخاصيه تقول لينك اجريجيشن. بنضمهم مع بعض بامر ما على فكره امر واحد يعني بص القصه الشابتر ده كله فوق ايه؟ امر واحد وان كوماند شابتر. الامر ده بنكتبه تحت التو بولتس بنضمه مع بعض بس وانتهى الموضوع. بس الفكره كلها لما انا ضميته مع بعض ايه بقى اللي هيحصل في الخلفيه؟ لما بتقعدوا تضمهم مع بعض بيكريت انترفيس جديده اسمها الايثر شانل او اللي اسمها رسميا زي ما هنشوف لما نقول شو كونفيجريشن اسمها بورت شانل. اسمها ايه؟ بورت شانل. ليها اسماء ثانيه عشان تعرف طبعا سيسكو كالعاده هي اللي مخترع الموضوع ده فهي مسميها كده لكن لو رحت في اتش بي مثلا او اي حاجه ثانيه هتلاقي اسمها لينك. ايه لينك دي؟ لينك اجريجيشن. تمام؟ يعني خلاص اسمها لينك مش ايثر شانل. اوكي؟ سيسكو بتسميها ايثر شانل هم التانيين ما بيسموهاش ايثر شانل. ماشي مش هتفرق. اسمها بورت شانل عند سيسكو اسمها لينك فالسيرفرات بيبقى ليها اسم ثاني خالص السيرفرات اللي هي سيرفرات في الموضوع يعني حاجه اساسيه في السيرفرات. السيرفرز دلوقتي معظمها بيبقى جاي بدون 2 نيك كاردز على الاقل، بيبقى في عنده 4 و6 واللي انت عايزه، فلو عندنا 2 نيك كاردز يعني كارتات نتورك موجوده ووصلناهم بهذا السويتش، يعني جينا هنا طبعا مش موجود يعني بس ايه لو جبت السيرفر ده كده وتصور ان هو متوصل بالسويتش ده ب2 كيبلز وعملنا ما بينهم ايثر شانل، ايه اللي هيحصل؟ هيتضموا مع بعض، بدل ما السيرفر ده متوصل بالنتورك ب 1 جيجا سبيد هيبقى متوصل بكام؟ ب 2 جيجا سبيد. اوكي؟ اذا مش بس ما بين السويتشز طبعا هنا هندرسها ما بين السويتشز لكن عايز اقول لك ان في الحاله العمليه كمان تنفع ما بين ايه؟ السيرفرز والسويتشز. تقول لي راوترز؟ لا. راوترز لا. تمام؟ لما تضمهم وتكريت الايثر شانل او اللاج او البورت شانل ايا كان الاسم بتاعها بيكريت البورت شانل الجديده ديت وبنضحك على اس تي بي يعني اس تي بي ما بيبقاش شايف التوبولوجي دلوقتي ان فيها 2 بورت يعني السويتش ده مش شايف ان عنده 2 بورت ده مش شايف ان عنده 2 بورت شايف ان عنده ايه؟ بورت واحده بس اوكي ده شايف ان عنده 2 على اساس ان هما الاثنين دي بقت واحده ودي بقت واحده بدل ما كانوا 4 قبل كده طيب يعني اذا الرسمه ديت فيزيكالي كده ده رسمه فيزيكال لما بنرسم فيزيكال توبولوجي اكيد مش احنا قلنا هنراجع الكلام ده في الاخر يعني فاكرين الرسمه فيزيكال ولوجيكال دي كده رسمه فيزيكال الرسمه اللوجيكال هتقول لا خالص يعني اهي ادي رسمه لوجيكال تمام ما زي برضه في الرسمه الفيزيكال او برضه احنا كده ممكن اعمل كده دي رسمه فيزيكال عشان دول ايه؟ دول 4 سويتشات اوكي ولو واحد منهم متوصل بحاجه ثانيه هو جاي معلم عليه هو ان هو متوصل واكتب هنا جي وات ايفر فاهمين الفكره دي رسمه فيزيكال لكن لوجيكال هم باينين ايه للعالم كله؟ سويتش واحد فالايثر شانل دي لما ضبطهم مع بعض السبت الدايره دي بقوا ايه؟ بورت واحد كاين وكابل واحد والاربع سويتشات دول انا لسه ضامنهم ستاك طيب طيب يبقى انا استفدت ايه هنا دلوقتي؟ كذا حاجه اول حاجه دبل الباندويث بتاعي اوكي بقوا 2 جيجا ما بين التو سويتشز هنا مثلا او على فكره مش لازم يعني الاثنين دول كانوا 10 جيجا عكس سويتش حديث شويه فبقوا كام؟ 20 جيجا نو بروبلم اوكي تاني ميزه استفدتها اس تي بي لما كنت بوصل الكابلين دول اس تي بي كان هيقفل واحده منهم دلوقتي اس تي بي مش هيقفل اي حاجه اس تي بي مش شايف ان هنا في لوب اصلا وعنده حق هو كده في لوب مفيش لوب بس في نفس الوقت انا معايا ريدندنسي يعني ايه؟ يعني لو الكيبلز دول انا خايف منهم هما الاثنين بقوا مفتوحين دلوقتي ايه المشكله لو ده اتقطع؟ ما يتقطع يعني في لوبز ولا اي حاجه ولا لا، وفي نفس الوقت في دندنس يعني محدش هيحس بحاجه، وكل حس الاداء هيقل شويه، لان بدل السرعه ما كانت 2 جيجا هنا هتبقى ايه؟ هتبقى 1 جيجا لغايه لما حضرتك تصلح الكيكه. طب ده ميزات حلوه جدا. الكونفجريشن بتاعك تمام، بدل ما هعمل كونفجريشن لكل بورت من البورتات ديت، هعمل كونفجريشن مره واحده. ومش قصده بامر رينج، يعني انتوا عارفين احنا عارف امر رينج ممكن نطبق بيه على كل دول، لكن لا في الحقيقه انت مجرد ما تكتب الكونفجريشن على الانترفيس بتاعتنا اللي هي اللوجيكال انترفيس كده، بورت هنا اسمها كده بورت شانل واحد مثلا، وهكتب اي امر تحتيه. لما اروح على مش ورا هتلاقي الانترفيس الفيزيكال مثلا G0/1 عليها نفس الاوامر، والثانيه الانترفيس G0/2 برضه بقى عليها ايه؟ نفس الاوامر من غير ما انت تعمل حاجه. هو لازم 2 ولا اي عدد؟ هنشوف العدد دلوقتي، الماكسيموم 8 الماكسيموم تمام، بس ممكن 2 3 4 5 6 7 8 اوكي؟ اذا تعالى نشوف المميزات. most configuration tasks can be done on the ESA channel interface. اوكي لسه قايلها دلوقتي. relies on existing switching ports, there is no need to upgrade. يعني انا هنا لو محتاج سرعه اكبر مش هروح اقول لهم ده انا عايز ابجريد السويتش، لا ده انا عايز ابجريد الموديول اللي في السويتش، لا هزود لينك جديده ووفرت كده على الشركه، احنا كنا زودنا كام؟ والباندويث بقى احسن، اداء ليه؟ بقى احسن بكتير. load balancing takes place between the layers، والطرق بتاعت اللود بالانسنج يعني لو بياند سكوب ديس كورس اوكي، بس انا عايزك تفهم حاجه، ان لا في جهاز هنا وبيبعت داتا مثلا ورايحه هنا كده ورايحه ناحيه ثانيه، مش اللي هيحصل مش ان هو ده مش زي الراوترات باكت هنا وباكت هنا، يعني انا عندي هنا مثلا ايه في 1000 باكت رايحين هنا، 500 هيمشي على الكابل ده 500 هيمشي على الكابل ده، لا تماما بتاتا. اولا احنا مش باكتس احنا فريمز، ثانيا مش هو دي الطريقه خالص للود بالانس اوكي؟ اللود بالانس له الجوريزم مخصوص وله اكتر من طريقه، بيقول لك ببالانس بناء على الداتا نفسها، ببص على السورس ماك بتاعها مثلا او السورس اي بي بتاعها او السورس والديستنيشن مع بعض ماك او اي بي، عشان خاطر اعمل ايه؟ انا عايز في الاخر مش اساوي ما بين الاثنين دول، انا عايز اوزع الحمل ما بينهم، بس مش بنسبه 50-50 ابدا، عمره ما هيحصل نسبه 50-50 لان ده سويتشنج. فانا عندي هنا جهاز من الاجهزه اللي بيبعت ده بيبعت كميه داتا كبيره، في جهاز ثاني بيبعت داتا صغيره، فاهمين القصه؟ فاذا زي ما قلت في الجوريزم مش هنخش في التفصيل بتاعته في الليفل بتاع السي سي اي، بس في الجوريزم بيعمل بيشتغل بطريقه معينه عشان خاطر يوزع الداتا على ايه؟ على اللينكس اللي موجوده. بس انا عايزك تفهموا ان هو مش زي الراوتر، مش 50-50 ولا اللي هو بالطريقه دي خالص. كل الداتا بتاعتي مثلا لو انا بكلم حد هناك بتمشي على نفس على لينك واحد حسب بقى انهي الجوريزم، تمام؟ ممكن كل الداتا بتاعتك تمشي على لينك واحد، او ممكن جزء منها يمشي على لينك كده وجزء يمشي على لينك تاني، تمام؟ حسب انت انا مظبط ان هو يبص على ايه. اوكي ايه تاني ميزه؟ creates an aggregation that is seen as one logical link، وده بيخلي اس تي بي ما يقفلش اي حاجه وزي ما قلنا هنضحك عليه، وكمان معانا الباندنسي لان دول لو كان واحد منهم وقع او انت بقى موصل 4 5 7 8 كيلو وصل مفيش عندنا اي مشكله. implementation restrictions يعني اوكي انت فرحان وكل حاجه وعايز تطبق بس في شروط، ايه الشروط ديت بتاعتنا؟ بيقول لك انا دلوقتي لازم عندي يكونوا نفس انواع البورتات، دي اول حاجه ومنطقي، ما ينفعش تقول لي انا هرمي بورت فاست ايثرنت مع بورت جيجا، لا ما ينفعش، يبقى سرعتهم ايه؟ 1.1؟ لا مفيش كده، جيجا مع جيجا تقدر مع بعض، فاست ايثرنت مع فاست ايثرنت تقدر مع بعض، ايثرنت مع ايثرنت تقدر مع بعض، 10 جيجا مع 10 جيجا تقدر مع بعض. مش بس كده، لازم يكونوا زي بعض في كل حاجه. شوف ازاي؟ كل حاجه تتخيل لازم يكونوا فيها زي بعض، يعني هو هيجيب لك سلايد فيها الكلام دوت دلوقتي، بس انا بقول لك لازم يكونوا زي بعض في كل حاجه. ايه كل حاجه؟ فكر في اي حاجه درسناها حتى الان، من اول السويتش بورتس والدوبلكس والسبيد بتاعهم لغايه الفيلانز، وسواء اكسس ولا ترانك، ولو اكسس طبعا فيلان، ولو ترانك من النيتف فيلان، ولو ترانك قلعوا فيلان، فاكرين الكلام ده كله؟ لازم يكون البورتس اكزاكتلي ذا سيم عشان يقدروا يتضموا مع بعض. بس وات اكشولي ان احنا بنبريفير ان انت قبل ما تضم تو بورتس مع بعض تكون منضفهم، يعني ايه؟ ما تكونش عامل عليهم اي كونفجريشن. فاهم قصدي بقول ايه؟ يعني انت اوريدي عندك كده مثلا، عندك التو بورتس دول لسه ما ضمتهمش، فانت عندك كده، فاكيد عامل كونفجريشن مش دي ترانك ودي ترانك ودي ترانك ودي ترانك، وفي فيلانز والاود ونيتف وشغال اس تي بي، صح؟ لا امسح كل الكونفجريشن ده. تقول لي طب انا لو مسحت الكونفجريشن هتبقى مش ترانك؟ ايوه احنا هنوقف الشبكه شويه، هي كده كده لازم تقف، تمام؟ هنوقف الشبكه شويه لغايه لما اكتب الامر اللي يضمهم مع بعض. وبعد ما اضمهم اي عمر انا عايزها اروح اكتبها فين؟ تحت الانترفيس البورت شانل. تمام؟ غير كده بتعرض نفسك ان يحصل مشاكل، ان كان يبقى في اختلافات اصلا في الكونفجريشن، اي اختلاف طفيف بينهم ممكن يخليهم ايه؟ ما يتضموش مع بعض. تمام؟ فاذا شرط اساسي بالنسبه لي طبعا اول حاجه بفكر فيها هو موضوع الباندويث او السبيد دوت، لكن شرط اساسي بالنسبه لي ان هم يبقوا اكزاكتلي ذا سيم في كل الكونفيجريشن بتاعنا. ملاحظه وان هي مش علينا بس هو عايزك تعرف لير 3 شورت شانلز ممكن يتعمل لها كونفيجريشن. تاني لير 3 ايه؟ ما احنا كنا لسه بنتكلم مالتي لير سويتش، مالتي لير سويتش ممكن نعمل لير 3 شورت شانل، بمعنى ان دي هنا كده اوكي لو ده لير 3 شانل دي مثلا 10 1 1 1 ودي 10 1 1 2 اوكي. ايه ايضا انترستنج يعني ده هتبقى اسمها راوتد بورت ودي اسمها راوتد بورت، رغم ان هم في الحقيقه ايه زي ما انتم عارفين شكلهم اوكي، بس ده مش علينا برضه في السي سي ان اي مش علينا الاس بي اي شانل. تمام؟ هي حاجه جديده ما ينفعش عليها بس ايه مش ناقصين نزود على نفسنا. طيب نيجي بقى لازاي نكريت الايثر شانل، هو الامر الكونفيجريشن الوحيد اللي بقول لك عليه دوت. وتفهم دلوقتي ان عندنا هنكتشف عندنا ثلاث طرق، او هو امر واحد بس هو الامر ده بنقدر ننفذ بيه الايثر شانل بثلاث طرق. اول طريقه ان انا مانوالي اكونفيجر او ستاتيكلي اكونفيجر الايثر شانل، يعني اروح السويتش اللي على اليمين واقول له البورت واحد والبورت اثنين ضمهم مع بعض دلوقتي في الايثر شانل رقم واحد. واروح للسويتش اللي على الشمال اقول له برضه البورت رقم واحد واثنين ضمهم مع بعض دلوقتي. اوعى تستخدم هذه الطريقه. اوكي؟ يبقى اول طريقه اوكي اللي هنا سويتش 1 اس 1 واللي هنا اس 1 هقول له كده اهو انترفيس رينج جي 0/1-2 اقوم جاي كاتب الامر دوت شانل داش جروب واحد مود اون نفس الكلام هنا بالظبط انترفيس رينج جي 0/1-2 يعني واحد اثنين مع بعض واكتب نفس الامر وده الامر اللي عليه ايه شانل داش جروب واحد مود اون. هو طبعا الاون دوت هو اللي انا بقول له شغلهم اون ترمت اون انت شغال خلاص انتوا كده بقيتوا ايه ايثر شانل مع بعض. تمام؟ ليه ده مش ريكومندد خالص تماما ان هو يبقى المود بنسميه اون هنا كده والناحيه الثانيه اون. اوكي المفروض تشتغل المفروض تشتغل بس عرضه للكوارث انها تحصل. عرضه للكوارث. تعالوا نشوف كده مثال هذه الكارثه. ادي سويتش واحد وادي سويتش اثنين ونقول ان الراجل دوت الروت حلو قبل ما ينضم اي حاجه يعني دوت الروت فايه اللي هيحصل؟ واحده من دول هتقفل. واحده من دول ايه؟ هتقفل. هنيجي نكتب الامر دي يعني هي دي جي 01 وجي 02 جي 01 وجي 08 اوكي؟ وهنيجي ايه؟ نكتب الاوامر دي فهكتب هنا الاوامر على هذا الطريقه ضم لي الاثنين دول مع بعض وهكتب هنا الاوامر اقول له ضم لي الاثنين مع بعض لو اتضموا خلاص. لكن ايه؟ هنفترض هنا بذكائي ان واحده مثلا جي 0/1 ما اتضمتش مع جي 0/2 ليه؟ بسبب ان هما الكونفيجريشن بتاعهم مش زي بعض. مش قلنا ده شرط من الشروط هما لازم يبقوا ازاي الكونفيجريشن بتاعهم زي بعض لسبب ما اتضموش بس هنا انضموا يعني هنا الكونفيجريشن بتاعهم زي بعض فما حصلش مشاكل اتضموا ولا لا؟ اتضموا. ايه اللي هيحصل؟ لوب لان دول لما يتضموا اس بي شايف دي ايه؟ لينك واحده ها في حاجه هتتقفل كده هي بالنسبه له كابل واحد هي كابلين بس بالنسبه له بقت كابل واحد. ايه الحلاوه الجميله دي؟ طب دي ما اتضمتش خلي بالك الدايره دي كده مش موجوده فوروردنج 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 لوب ولا مش لوب؟ اذا مش ريكومندد ابدا انك تخش ستاتيكلي كوبير تقول له اشتغل لا لان انت هنا اشتغل وهنا ما اشتغلش وده ما يعرفش يعني الفكره كلها ان انت ده ما يعرفش ان الناحيه الثانيه ما اشتغلوش وما اتضموش مع بعض هعرف ليه؟ ده امر مجرد ستاتيك يعني مفيش اي مسجنج ما بين الاثنين دول ولا اي بروتوكول ولا اي حاجه بتتحكم في الموضوع. وده الطريقه بقى اللي بنوصل بيها ان يبقى في بروتوكول عندنا بروتوكول عندنا اثنين بروتوكول كمان بيعملوا الحركه دي. تخش تقول له هنا شغل البروتوكول تقول له هنا شغل البروتوكول طب ايه الفرق؟ ولا حاجه ان لو دي لا سمح الله ما اتضمتش الثاني هيعرف ما انها دي مقفوله هو ايه اللي بيحصل هنا؟ بيبعت مسج كده وده بيبعت مسج كده صباح الخير ازيك تعالى نتفاوض تعالى نعمل ايثر شانل حلو؟ لو دي ما حصلش فيها ايثر شانل دي مش هيحصل فيها ايثر شانل از سمبل از ذات. طب هو عندك هنا مشكله؟ خلاص ما فيش هنا مشكله لان احنا كده في اتصال ما بيننا مش انت داخل تعمل ستاتيك وتجبره على ذلك وخلاص. فاذا البروتوكول هو الطريقه الافضل نيجوشيشن بسيط خالص وبناء عليه نقوم جايين ايه نعمل الايثر شانل فشلنا بس مفيش لوب على الاقل يعني فشلت مفيش ايثر شانل ما نفعتش طب شوف بقى وشوف فشلت ليه لكن على الاقل مش هتدخلني في ايه في لوب وكارثه كبيره. اوكي طبعا يعني في حاجه لازم نعرفها حتى لو حصل السيناريو الاولاني سيسكو لما يعني اكتشفوا الفكره ديت قالوا فيتشر في STP اوكي اس تي بي عندنا كان يعني ففي فيتشر تعتبر تبع اس تي بي عشان خاطر يوقف هذا الموضوع اسمها ايثر شانل ميس كونفيجريشن جارد، بس برضه ده مش سي سي اي تمام، بس انا بقول لكم ان في خاصيه تمنع ايه اللوب ديت ان هي تحصل في البدايه. طيب احنا هنا بقى بالنسبه لنا هنقول له ايه؟ انترفيس رينج جي 0/1-2 هنكتب شانل داش لوب واحد مود، نكتب بقى هنا حاجه هنا شانل داش لوب واحد مود، هنكتب هنا حاجه نشوف بقى لسه ايه الحاجه دي دلوقتي حصل البروتوكول بتاعنا، بس ده كوماند كده بتاعنا، عمرنا ما هنكتب هنا كلمه ايه؟ اون خالص، مش ريكومندد تماما ان احنا نكتبها. طب هتقول لي الرقم، هو لازم الرقم ده يماتش، ايه الرقم ده اصلا؟ ده رقم الانترفيس الجديد اللي انت هتخلعه، يعني رقم الانترفيس الجديده هيبقى اسمها بوت شانل واحد، لا مش لازم زي بعض عادي، ممكن نبقى ده هنا اثنين وهناك واحد، بس انت برضه ايه؟ هتتجنن وتتخوت وتتلخبط، لو عملت هناك واحد اعمله هنا ايه؟ فاكرين زي الاو اس بي اف بروسس كده، مش مهم بالنسبه لي ان هنا تقول لي راوتر او اس بي اف واحد وهنا تقول لي راوتر او اس بي اف خمسه، ما عنديش مشكله، بس طبعا الافضل اللي انا افضله والاحسن ليك انت برضه عشان ما تتجنش ان هم يكونوا نفس الرقم، فاذا هنا الافضل ان هم يكونوا نفس الرقم. اوكي؟ ايه بقى البروتوكولز دول؟ عندنا 2 بروتوكولز، الاولاني اسمه LACP وده بيقول لك انا عندي هنا 2 مودز، مود اسمه اكتف ومود اسمه باسيف، وهنا برضه اكتف او باسيف. اوكي؟ والتاني البروتوكول التاني اسمه باج بي، وهنا عنده المودز بتاعته بشكل بقى كوماند تاني، بس عنده مود اسمه ديزايربل روم تو، هقول لكم دلوقتي المود دي معناها ايه حاجه، وهنا برضه ديزايربل روم تو. طبعا لو فاكرين ديزايربل روم تو دول لسه كنا جايبين سيرتهم في دي تي في، فممكن يفكروك بالفكره الخلفيه ورا الموضوع، بس هي اكتف وباسف اسهل في الحقيقه. اكتف يعني انا اكتفلي تراينج ان انا اكفورم ايثر شانل، باسيف يعني انا مش مهتم ان تحصل ايثر شانل ولا لا، فلو اخترت مود اكتف مع اكتف اكيد الاثنين هيفورموا ايثر شانل، ولو اخترت اكتف مع باسيف برضه اكيد هيفورموا ايثر شانل. ايه الحاجه الوحيده اللي مش هتفورم ايثر شانل؟ باسيف مع باسيف. نفس الكلام هنا، بس اللغه بتاعت سيسكو اغبى شويه، لو اخترت ديزايربل مع ديزايربل هيبقى فيه ايثر شانل، لو اخترت ديزايربل مع اوتو هيبقى فيه ايثر شانل، لكن اوتو مع اوتو زي في الدي تي بي مش هتبقى فيه ايثر شانل. طب ايه اللي خليك تكون فاكر حاجه زي كده؟ يعني الفكره كانت بتاعت سيسكو كالاتي، ان مثلا احط سويتش هنا كور ولا حاجه واقعد اعمل ايثر شانل هنا كده وايثر شانل هنا كده رايحين لسويتشات ثانيه طبعا، ايثر شانل هنا كده ايثر شانل هنا كده، فاهمين الفكره؟ وهنا كونفيجر الراجل دوت مره واحده بطريقه سهله ان كل البورتات ديت المجهود بتاعها ايه مثلا اكتف. تمام؟ والناحيه الثانيه بقى سويتش لو عايز تشغل لسه شانل يبقى تخليهم كلهم ايه باسف، او العكس تخلي دوت كله باسف ولازم تعمل عكس، يعني طريقه لتبسيط الكونفيجريشن. لكن ايه اللي يخليك تعمل حد باسف؟ مش منطقي. يعني لما تيجي تفكر فيها ايه اللي يخليك في الحاله العمليه تعمل حد باسف او اللي هو اوتو دوت مش منطقي. ما ملوش اي معنى خالص بالنسبه لنا، زي برضه ما ملوش معنى في دي تي بي. إذا هنا معظم الوقت هنشتغل اكتف مع اكتف. طب ثانية واحدة، انت قلت لنا اثنين بروتوكول، هو ليه في اثنين اصلا؟ ايه البتاع دوت وايه البتاع دوت؟ عادي جدا، ستاندرد سيسكو بروبريتري، تمام؟ باك بي ده اللي هو اختراع اللي عملته سيسكو الاول، سيسكو بروبريتري بروتوكول يعني بيشتغل فقط ما بين سيسكو سويتشز. الاستاذ ده LACP لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، ده بورت اجريجيشن بروتوكول، ده لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، وتبقى الاختصارات بتاعتهم، ده ستاندرد، وبالتالي سيسكو نفسها النهارده بتقول لك اشتغل LACP. يعني سيسكو ريكومنديشن بتقول لك اشتغل ايه؟ LACP. اوكي؟ وطبعا لو عندك مشكله السيرفرز او مش مشكله، يعني عايز تعمل سيرفر زي ما قلت لك يبقى لازم تشتغل مين؟ هو السيرفرز هيشتغلوا باك بي؟ لا هيشتغلوا ايه؟ LACP اكيد. فاذا سويتشز بقى سيسكو اتش دي كل السويتشات في الدنيا بتسبورت ال سي بي، وبالتالي الدنيا هتبقى معاك كده افضل بكتير. تمام؟ يبقى اذا نقدر نشغل الكونفيجريشن بتاعنا هنا كده بهذا الشكل، والامر واحد، شانل جروب كذا وتقول له مود، يا تقول له اون، لا اوعى تقول له اون، يا تقول له اكتف يا تقول له ديزايربل، برضه ما تقولش اوت ولا باسف، ملوش اي لازمه. اوكي؟ الكويستشن الوحيد اللي سيسكو هنا بتساله في الحقيقه كالعاده هتشوف في الاكتيفيتي هنا اللي هو الكويستشن بتاع المودز، يا ترى انهي مود مع مود اللي هيفورم ايثر شانل وانهي اللي مش هيفورم ايه الايثر شانل. هتشوف اكتيفيتي دلوقتي ظريفه بتوصلك لهذا الموضوع. ادي شرح ايثر شانل، دي كل الايه القصه بتاعتنا، يعني حتى اكشن اللي احنا سايبينه في سي سي ام بي حاجه هايفه، ما تعتقدش ان هي معقده اللي هو قلت لك عليه اللي هو البالانس دوت مش موضوع معنى ان هو رياضيات، يعني لازم تبقى عارف يعني ايه اكس اور او نشرح لك يعني ايه اكس اور. الناس طبعا اللي هم ايه بتوع هندسه والكمبيوتر هيفتكروا الباينري والان والاور والكلام ده كله تبقى شغاله اكس اور يعني تمام. فهي الباك دي كود انيميشن بروتوكول، واللي بيقول لك هنا ازاي هيشتغل مش محتاج انت الجدول العميق ده خالص تماما اللي هو النوز اللي انا كاتبه مع السبوره هو الارق. وال اي سي بي نفس الكلام، وكان L2.3 مش عارف اي دي دلوقتي بقت L2.1 اي اكس، مش هتفرق بالنسبه لنا في حاجه. هو المهم ان هو ستاندرد تبع الاي تريبل اي. وادي الاكتيفيتي اللي بقول لك عليها اللي هي هتثبت فعلا انت فهمت الموضوع ولا لا. اهو هي دي نزعله مع نزعله يس ولا نو؟ يس. طب اوتو مع اوتو؟ نو. اون والناحيه الثانيه مش كونفيجرد؟ طيب اوتو مع ديزايربل؟ يس. اون مع ديزايربل؟ ده فرق بقى ما بين دي تي دي. اون استحاله يشتغل مع اي حاجه ثانيه غير اون. تمام؟ فكر فيها ديزايربل يعني هبعت رساله واشوف الناحيه الثانيه هيرد عليا يقول لي ايه؟ طب هو ده له علاقه بالموضوع؟ مش هيرد. وده مش هيرد مش هفتح حساب شامل يبقى كده في حساب شامل. فدي التركه الوحيده في هذا الموضوع. اللي هو لازم دايما اعمله على السبوره كده بالظبط، يعني ادي الاسهم انا ما عملتش السهم اللي فوق اهو. دي الاسهم اللي انا عاملها دي اون مع اون اكتب 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 اسيد زارون 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 بس. خمس اسهم دول هم دول فقط اللي يعملوا لك بيسات شانل، اي حاجه ثانيه ما ينفعش تمام؟ فاون معزول تماما، فكر فيها منطقيا هتلاقي الكلام منطقي جدا. اون مع باسيف اهو ينفع؟ اون مع اكتف برضه لا. اون مع اون يس. اكتف مع باسيف يس. باسف مع باسف باسف. اوكي configuration guidelines اللي تاني بيأكد على النقطة بتاعتنا. بيقول لك كل الانترنت انترفيسز بس سبورت ايثر شانل. طبعا يعني ايه كل البورتس عندنا بتسبورت ايثر شانل في عالم سيسكو فمش هتفرق النقطة دي. speed and دوبلكس must match، الفيلان must match، range of VLANs لو بنتكلم على trunk must match. بتاع دوت المودز بتاعتنا اللي موجودة النيتف فيلان كله لازم يبقى زي بعض. يعني هنا اكسر شانل فورم بلاي لان البوث بورتس 1 جيج فول و10 1 جيج هاف دوبلكس. هنا فول دوبلكس البورتس مش ايه مش هتفورم الايثر شانل. ادي كوماند زي ما قلنا هو 1 كوماند هو شانل جروب واحد نون اكتف، اختار هنا ان هو يعمل لهم اكتف. وبعد كده زي ما انتم شايفين عمل كونفيجر للبورت شانل نفسها اللي هي ترافل والالاو والكلام ده كله. والباكيت تريسر للكونفيجريشن. لا نخش على الفيريفيكيشن بعد كده نشوف الباكيت تريسر. عندنا كذا امر فيريفيكيشن شو انترفيس وده امر شو انترفيس عادي جدا، بس بدل ما نقول له جي 0 سلاش واحد ولا اف 0 سلاش مش عارف كام كاتبين هنا ايه؟ بورت شانل واحد. هيقول لك ان هي اب ولا لا. الامر بقى بتاع الايثر شانل نفسها ده اهم امر فيهم اسمه شو ايثر شانل سامري. وده بتلخيص بيجيب لك الايثر شانل بتاعتنا والأرض بتاعها تعرف منه أكتر من حاجة، بس هقول لك دلوقتي في التست وضوء كلهم. أوكي يبقى هنرجع للسلايد ديت في بعد ما نعمل الباكيت تريسر بتاعنا. والترابل شوتنج نفس الكلام، امتى ممكن يبقوا داون. طيب أنا عايز بس أشوف لو مفيش حاجة تاني كده. طيب كده شاطر خالص زي ما شايفين مش أي حاجة خالص. التشيب بتاع الشغل دوت وهنجرب ما دام احنا النهارده بقى اشتغلنا جي ان اس 3 واي نوت. تيجي نشتغل جي ان اس 3 يعني نعمل ايثر شانل بتاعتنا على جي ان اس 3 وبالتالي نجربه بالواقع. مش اشتغلت النهارده جي ان اس 3؟ يس. تصدق عليك؟ انت اللي ما جاتش. اوكي الستارتنج جي ان اس 3 فيرتشوال ماشين طبعا اتقلت من الخلفيه واشتغلت خلاص. هيقول لك انا خلاص بعمل ايه بروجكت. فاحنا مثلا نعمل بروجكت هنسميه ايه؟ ايثر شانل. اوكي هو بيسيبه في الحاجه بتاعتنا ونقول له اوكي. وبعد كده نبدا نعمل اوتبوتس. لا احنا عايزين سويتشز. هنا اللي هي تو سويتش اللي انا عملته دوت 1 2 3 كويس جدا كده تمام. ويبدا ان كونكت البورتس ده مثلا 0 هنا 0 هنا اوكي 1 هنا 1 هنا وبعدين 2 هنا 2 هنا و 3 ب 3 ويبقى هنا 4 ب 4 و 5 ب 5. طبعا احنا الحاجات اللي بتلخبط تاني الارقام دي مالهاش علاقه لما بنخش جوه. مفيش صارت 0 ولا 1 ولا 5 مفيش حاجه اسمها كده. اوكي؟ فهتقولي هنكتشف ازاي؟ صديقك هنا سي دي بي. صديقك اللي هينفعك جدا هو مين؟ سي دي بي اللي هو انيبل باي ديفولت الحمد لله. فهتقدر تعرف منه بسهوله. اول ستارت اوكي الثري سويتشز ستارتد والبولس بتاعتنا كلهم هنا كده اللي هي زي الشكل. وبعدين هغير بس انا حاجه في البريفرنسز الكونسول ابلكيشن احنا مختارين سوبر باتي صح؟ هقول له ايديت وهختار البرنامج بتاعي انا بقى اسمه سكيور سي ار تي وده ممكن تجيبه برضه بس ايه يعني ما حطيتهولكش في البتاع دوت لو عايزين هو حاطط لكم الحاجه بتاعته اللي هو يعني المفروض اقوى برنامج بالنسبه للوسع. طبعا ده لو زي الكونسول اللي بقول لكم عليه قلت له الكونسول كونكت كده هيكونكت على 3 ديفايسز مره واحده بدل ما ايه ما يتعبني مش شغال. كونسول يعني بزيكوا يعني اشتغل وما اشتغلش ده سكيور سي ار تي زي سمارت باتي اللي هو فيه تاب مفيش مشاكل بس يعني احلى مميزات مثلا انا هنا في الويندو اللي تحت ديت اي حاجه بكتبها بتتبعت للثلاثه والثلاثه طبعا لسه بيحملوا لغايه دلوقتي. بعد ما انا اديله الهوست نيم ويعدي 60 ثانيه من اخر مره يبقى يبعت يقول ايه؟ انا سويتش واحد، الثاني يقول له انا سويتش اثنين، لكن حاليا كل واحد فيهم بعت في الاول اسمه كان ايه؟ كان سويتش. فطبعا هنصبر شويه يعدي الوقت اهو ابتدى يظهر. تقول لي ايه ده بس دلوقتي ده موجودين مرتين؟ لا تمام مش موجودين مرتين ولا موجودين مرتين. موجودين مرتين؟ بص على النوت ده في القدام لهم حاجه اسمها هولد تايم، شايفين هولد تايم؟ هيقعد يقل لغايه لما يوصل لصفر. يقل لغايه لما يوصل لمين؟ لصفر. فاهمين؟ بقى 85 دلوقتي وبرضه لو قلت له شو سي دي بي بس هتعرف ان الهولد تايم باي ديفولت كام؟ 180 سكندز. طيب بس كده في مشكله ولا مفيش مشكله؟ مفيش مشكله؟ انترفيس شو سي دي بي نيبرز شو سي دي بي نيبرز اس1 32 نركز كده ونفكر براحه. دلوقتي المفروض ان كل واحد متوصل بالتاني بكام؟ 2 لينكس صح؟ هنا ده حقيقي سيبك بقى من سويتش اللي فوق ده كده بعض، سويتش 2 متوصل بفتحتين ولا لا؟ وسويتش 1 متوصل بفتحتين ولا لا؟ حلو جدا. ليه بقى لما اروح في سويتش 2 واطلع له شو سي دي بي نيبل يقول لك بس لا والله انا متوصل بسويتش 3 فتحتين بس واحد عندي بواحده بس. ونفس الكلام هنا في سويتش 1 اس تي بي اس تي بي اخر واحد فكر فيها كده صح يعني خلاص خلاص 30 ثانيه ولا ده يعني تعالى نفكر هنا 2 بيقول لا سويتش 1 بيقول انه متوصل ب2 بواحده بس صح؟ رغم ان تعالى نشوف فين 1 ب2 2 بيقول انه 1 برضه بواحده بس جي 0 سلاش 1 رغم ان انا عارف ان ده مش حقيقي. طيب لو عملنا كده اهو يو شو سبان اوكي هيطلع لك الحاجتين. ما انت بتقول ان انت بتوصل سويتش 2 على جي 0 سلاش 1 جي 0 سلاش 1 ديسك موجوده بس جي 0 سلاش 3 شايفين؟ في بورت عندنا بلوكينج فانا ايه؟ عشان كده مش عارف البورتس اللي موجوده عندي بجد يعني مش البورتس بتاعتي اللي موجوده مش ظاهره كلها يعني اي بورت الترنت زي ديت يعني ايه بلوكينج فانا مفيش عليها حاجه جد. يعني سبان طب التاني خلص كده هنا نرجع تاني بقى لايه؟ نكتب الامر نفسه على كل الناس حلو جدا. لازم نشتغل مره كده. مش سويتش 3 ده اللي باين عليه كل حاجه، انا بس عايز اقارن البطاقات، انا بستخدم ده في ايه؟ انا عايز اقارن البطاقات. حلو؟ هروح هنا هقول له هنعمل اللينكس ازاي، تعالى بقى نجرب، عايزين نجرب التلاته، ايه رايكم؟ هنيجي هنا كده هقول له ده هيبقى اون، هنيجي هنا كده ده هنشغله ال اي سي بي، وبعدين هنيجي هنا ده هنشغله ان هو ال بي، ايه رايك عشان نجرب كل حاجه. فاذا ما بين فين احنا دلوقتي؟ ما بين 3 و 2، ما بين 3 و 2 عايزين نشغل مين؟ باك بي، حلو كده؟ يبقى اذا اللينكس 1/0 1/1 هنلاقي كده انترفيس رينج جي 1/0-1 دول التو بورتس رايحين على مين؟ على 2، وقام جاي كاتب ايه؟ سويتش بورت، مش اي سويتش بورت ولا امر هو موجود عندنا، شغل جروب واحد مود ونقول له ايه؟ انا عايز باك بي، يبقى قال له ايه؟ 9 صح كده؟ كريتنج بورت شانل انترفيس بورت شانل واحد، حلو جدا. هاخد نفس الامر دوت المفروض اللي رايح لمين؟ ل 2، وقام رايح ل 2 وقام جاي قايل له وهم اصلا ظاهرين هنا اهو 1011، وقام جاي كاتب نفس الكوماند شانل داش جروب واحد مود، في الاول مود وبعدين ايه؟ برضه ديزاين صح كده؟ هنا كريتنج بورت شانل واحد. المفروض دلوقتي يتفاوضوا وايه؟ ويشتغلوا مع بعض. تمام؟ ها شايفين؟ لاين بروتوكول اون اني انترفيس بورت شانل واحد تشينج ستيت بقى ايه؟ بقى بورت شانل واحد تشينج ستيت بقى، يعني خلي بالك دلوقتي ما كانتش اتعملت. كانت تمام ده هو ده اللي انا عايزه، لما يبقى في بروتوكول متفاوض مع بعض الاول وبعد كده بقى ايه؟ مع بعض. واضح؟ الكوماند الاساسي بالنسبه لي هو do show ether channel summary. اوكي؟ ده اهم امر، شو ايثر شانل سمري. طبعا الراجل الاولاني ده ما عملناش اي حاجه فبيطلع جدول فاضي، لكن تعالى نشوف بقى هنا ايه الكلام ده. اولا دي فلاجز، فين كل حرف من دول بيقول لك يعني دي يعني كذا، اتش يعني كذا، يو يعني كذا، ما تقلقش. القصه بتاعتنا الجد بيبدا من اول هنا، الامر في شانل جروبز انا عندنا كام واحده؟ واحده اجريجيتورز، واحده هو نفس الحاجه بالنسبه لنا. الجروب رقم واحد اللي هي فيها ايه؟ بورت شانل واحد وما بين قوسين بقى مكتوب الحروف دي، يبقى عايز افسرهم من فوق، اس كابيتال ويو كابيتال، خلي بالك. فين الاس كابيتال؟ في اس سمول مالكش دعوه بيها، اس كابيتال يبقى دي اللي هي 2، اذا في واحده ثانيه اللي هتبقى اللي هي 3 اللي هي حرف الار في الحقيقه جنبها. طب ويو كابيتال فين اليو كابيتال؟ مش اليو سمول، اليو كابيتال ان يوز، دي زي اب سواء كتبها ان يوز بس هي معناها ايه؟ اب. البروتوكول في الخانه اللي بعد كده باك بي، جميل جدا. البورتس اللي داخله هم 1/0 و1/1 جميل جدا، بس ايه بي برضه كابيتال اللي موجوده هنا دي بي كابيتال باندلد امبورتنت شانل، معناها انها اشتغلت باندلد يعني اتطمت كده بالنسبه لي. اذا انا بدور هنا دايما على يو وبدور هنا على ايه؟ على بي. هوريكم قبل ما تفورموا في الثاني دلوقتي، لو نجربه في الثاني عشان عندنا الثاني هنا قلنا هنعمله ده هنعمله ايه؟ ما بين سويتش 3 و 1 كويس ال اس بي، فهوريكم اللي هي قبل ما اعمل الناحيه الثانيه. يبقى هقول له جو سي بي نيبر، وعايزين المره دي البورتس بتاعت اس واحد يبقى 0/2 و/3 انترفيس رينج دي 0/2-3 وهنقول له ايه؟ شانل جروب بعضهم في الثانيه، هديهم رقم هنا 2 وهنقول له مود انا عايزهم ال اس بي هخليهم ايه؟ اكتب. بصوا بقى الامر دلوقتي دو شو ايثر شانل سمري، تمام عشان تلاحظ الفرق. ادي الشانل الثانيه بس لاحظ بقى ايه؟ اس دي بدل يو، واكيد الدي دي واضحه جدا معناها ايه؟ داون. وهنا اوكي بص اصلا حتى طلع لي رساله اللي هي سسبندد ال اس بي كارنتلي نوت انيبل اون ريموت بورت، يعني لما نقول له الايثر شانل سمري تاني شايف الاس السمول ديت معناها ايه؟ الاس سمول لما ندور اللي هي سسبندد متوقفه ما اشتغلتش ما اتضمتش مع بعض، عكس الثانيه اللي هي بي باندل معايا وكله شغال. تمام لغايه طبعا انا اروح اعمل ايه؟ زي ما قلت هناخد نفس الامر رينج هو اهو ونروح على سويتش واحد المره دي وهنقول له شانل اثنين والمود بتاعي اكتف برضه، اوكي اصبر شويه هيبتدي يتفاوض، هيبتدي يبعت رسايل للطرف الاخر، هيبتدي تبقى هنا اب وهناك اب، حلو كده؟ وبالتالي المفروض دلوقتي الدنيا تتغير هنا، نقول له ايثر شانل سمري اتغيرت ولا لا؟ يو بقت اب فعلا والبورتات بتاعتي بقت ممبرز بقوا في البندل، بس الفرق هنا ما بين السطر ده والسطر ده ايه؟ البروتوكول ده بالك ده دي وده ايه؟ تمام؟ اخر واحده هنعملها هتبقى ما بين مين بقى؟ عملنا كده 3 خلاص اظن، قلنا له دو شو سي بي نيبرز كده خلاص. اوكي؟ فور 3 عملناه مع 2 يبقى فاضل اللينك اللي ما بين دي، ايوه دي 1 و 2 ودي اللي فيها بورتس المفروض مقفوله. اوكي، دي 1 و ممكن اكيد 0 0 يس 0 0 اوكي. يبقى انترفيس رينج جي 0/0-1 وهنقول له شانل جروب 3 واللوب بتاعها هيبقى اوف. مش مفضل خالص زي ما قلنا ممكن ندخلها فين في اللوب، بس احنا هنعمله هنا اهو عشان بس نجرب جي 0/0-1 وشانل جروب 3 creating both channel 3 وهنا creating both channel 3. طبعا بقت اب قبل ما اروح اعمل لك اي حاجه، خلاها اب رفعها قبل ما يحصل لك اي حاجه. فهلاقي مثلا قلنا له بقى وريني الديفولت شانل سمري، هيبقى ده عنده 2 وده هيبقى عنده 2 بس فيهم حاجه ايه غريبه. ايه الحاجه الغريبه؟ بدل البروتوكول هنا مكتوب ايه؟ جلطه. ما فيش بروتوكول بس احنا اب واحنا بي، بس ما بتتخدعش بذلك. يعني ممكن هنا يبقى يو وبي وبي وما زالت تحصل ايه؟ لوب. تمام؟ هو ما يعرفش، هو قال لك هنا هي ضربتهم عندي، هو عارف حاجه من الناحيه الثانيه، هو تفاوض ولا عمل حاجه، فعلى طول بتبقى اب وبي وبي، ايه المشكله؟ يعني ما عندوش اي مشكله خالص. ده الناحيه دي، مش معنى كده ان هو الناحيه الثانيه اتفقوا معاه ولا ظبطنا اي حاجه مع بعض. واضح؟ طيب يبقى شفنا كده الثلاث انواع، فاضل لنا ايه تاني؟ ادي كل كونفجريشن، فاضل لنا امر الشو الثانيه، ده شو ريسيرش شانل سمري ده اهم واحد، الامر الثاني فيها تفاصيل زياده شويه مش هنخش تو ماتش، بس تعالوا نشوفه برضه شو ريسيرش شانل 4 شانل. فخلينا نجربه على ثلاثه، هو انا اللي عامل ايه؟ شو ريسيرش شانل 4 شانل. ده في كلام كتير بقى، ايه كلام كتير دوت؟ يقول لك هنا اوكي جروب واحد بورت شانل بي او واحد، شوية كده مثلا ايج عمرها قد ايه؟ تمام؟ النمبر اوف بورتس اللي فيها موجود كام؟ حاجه اسمها الهوت ستاند لاين ده اذا كان شغال ولا لا يعني ما خدناهوش يعني. الانهي بروتوكول اللي موجود عليها؟ بورت سكيورتي يقول لك سكان ايبل ولا ديسيبل على البورت. وبعدين هنا دي النقطه الايه المهمه في الحقيقه، شايفين ده؟ هنريكس مش عارف ايه البورت رقم كذا وكذا، المود بتاعها عاطل ظاهره ولا لا، بس يهمني لو اللود، شايفين اللود ده؟ 0 0 ده اللود بالانسنج اللي قلنا عليه، تمام؟ نمبر اوف بيتس اللي اتوزعوا هنا، طبعا ما فيش اي داتا بتتباع يعني مش هتشوف حاجه، بس لو في داتا بتتباع هيبقى في هنا شويه اناليسيس نقدر نعرف ان اللود دوت ايه القصه اللي شغاله دلوقتي. نفس الكلام تحت تلاقي اللود دوت لا البروتوكول اكتف، هو قصه ثانيه خالص، بروتوكول ثاني خالص ان اي سي بي. فواضح ان دي فيها تفاصيل اكتر بالذات حته اللود وحته المود، لان اللي فوق اللي هو السمري ده ما بيجيبلكش خالص ان هو فين، هو اهو هنا اهو، هل مكتوب هنا مين اكتف ولا باسيف ولا ديزايربل ولا حاجه زي كده؟ لا، لكن هنا ده بيقول لك هو البورت دي اكتف والبورت دي ايه؟ يبقى ده امر فيه شويه تفاصيل زياده. اللي بعد كده شو انترفيس كذا ايثر شانل، دي الانترفيس الفيزيكال، هنقول شو شو انترفيس مثلا مين اللي دخل معانا جي 0/2 وبعدين ايثر شانل. النهارده هطلع لك تفاصيل اكتر كمان عن هذه البورت، ان هي داخله تبع اي حاجه، المود بتاعها ايه، وبعدين بقى في الستيتس بتاعتها، في حاجه اسمها بورت برايورتي في ال اي سي بي في الحقيقه، والبورت ستيت والبورت رابر، دي الكلام اللي اتباع في المسج. يعني احنا بنتفاهم مع بعض في كلام كتير بيتباع في المسج. يعني بص ده بيقول لك ايه؟ لوكال انفورميشن، دي معلومات بعيده عن المعلومات هي ايه مش هنخش فيها، بس ايه اللي تحتيها على طول؟ بارتنرز انفورميشن، ده انا بس عايز اثبت لك ان هم فعلا بيكلموا بعض. يعني انا دي معلومات انا اللي فوق، يعني مش عارفين هي ايه بس مش مهم ايه الفلانجز ديت والادمنستريشن دي، ما تحطش في دماغك، بس دي معلومات مين؟ شريكي اللي هو موجود لحد دلوقتي. ما تقدرش طبعا تعمل كده في اي بورت اللي هي شغاله اول بس، مش هتلاقي فيها اي معلومات. يعني فين هنا الراجل اللي هو عامل اون انترفيس 0 0، طيب يبقى هنا هنقول له شو انترفيس جي 0/0 ريسيرش شانل. اوكي، في اي حاجه طلعت اصلا؟ ولا في اي حاجه، ما استفدناش اي حاجه من الاول، الاول واحد طلع لك معلومات عني وعلى الناحيه الثانيه، لان مفيش اي تفاوض ولا في اي حاجه دي بتحصل. ثينك اخر امر، لا هو ده كان اخر امر. واضح؟ فادي الايثر شانل كان الشابتر الثاني ما خدش معايا نص ساعه ولا 40 دقيقه، ما فيهوش اي حاجه. تمام؟ سهل جدا ان انت تعمل الكونفجريشن، ان شاء الله لما ربنا يعني يأذن وتخشوا في يوم من الايام في هذا الكلاس هتبقى عليكم الباكيت تريسر بتاعتي.